بسم الله الرحمن الرحيم، القاطرة الثانية للإمام ابن الجوزي بعنوان روابط النفس بالدنيا. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأولين والآخرين. يقول ابن الجوزي في خاطرة بعنوان روابط النفس بالدنيا، يقول: جواذب الطبع إلى الدنيا كثيرة، ثم هي من داخل، يعني من داخل الإنسان، وذكر الآخرة أمر خارج عن الطبع، ثم هي غيب. يعني إيه؟ يعني روابط النفس بالدنيا كثيرة وبتكون من داخل الإنسان، يعني داخل الإنسان هو اللي بيميل لروابط الدنيا، لكن ذكر الآخرة بيكون من الخارج، مؤثر من الخارج، حد يذكرك، أنت تقرأ، تزيد تقرأ القرآن، فشيء بيؤثر فيك من الخارج ويذكرك بالآخرة. معايا؟ خارج عن الطبع، يعني مش من طبيعتنا أن احنا نميل للآخرة، من طبيعتنا نتذكر الآخرة، نذكر الآخرة، عشان بيكون اسمه مجلس إيه؟ ذكر. ويقول: ثم هي غيب، يعني كمان الآخرة غيب. فاللي بيضعفه يقول لك: أيوة بس أنا ما شفتش ومش متأكد. الإيمان، قوة الإيمان هي اللي بتخلي الإنسان يتيقن بالإيه؟ بالآخرة. يبقى ذكر الآخرة من الخارج، أدي أول شيء، ثم هي غيب، كل ده بيقوي موقف الدنيا على موقف الآخرة داخل طبع الإنسان، داخل طبع الإنسان، وجواذب الدنيا الكثيرة تجذبه نحو الإيه؟ فدي كده روابط النفس بالإيه؟ بالدنيا، خد بالك. ثم يقول ابن الجوزي: وربما ظن من لا علم له أن جواذب الآخرة أقوى. واخد بالك من الحتة دي، مهمة جدا. ابن الجوزي بيقول: وربما ظن من لا علم له أن جواذب الآخرة أقوى. بعض الناس اللي مش واخدين بالهم يظن أن جواذب الآخرة أقوى، لا لا لا، ده جواذب الدنيا أقوى، جواذب الدنيا ورابطها بالنفس أقوى، وده الحال الأساسي اللي بيفطن له السائرون في طريق الله، الماضون الراغبون في طريق الله. فاهمين الحتة دي كويس. يقول ابن الجوزي: وربما ظن من لا علم له أن جواذب الآخرة أقوى لما يسمع من الوعيد في القرآن، عشان الوعيد والأشياء اللي بتحدث في القرآن، فهو بيظن إن يعني إن روابط الآخرة بالنفس أقوى. لا، ده روابط الدنيا أكثر جاذبية وأكثر وقوعا للإنسان فيها. يقول ابن الجوزي: وليس كذلك، يعني روابط الآخرة مش أقوى، وليس كذلك، لأن مثل الطبع في ميله إلى الدنيا، والله خد بالك من الحتة دي كويس، لأن مثل الطبع في ميله إلى الدنيا كالماء الجاري يطلب الهبوط. طبع الإنسان في ميله للدنيا زي المية اللي بتجري، ها، بتميل للعلو ولا للهبوط؟ لا، للهبوط. حط مية كده في أي مكان هتنزل لتحت، هتجري إلى أسفل، إلى الهبوط. لأن مثل الطبع في ميله إلى الدنيا كالماء الجاري يطلب الهبوط، وإنما رفعه إلى فوق يحتاج إلى التكلف. عشان ترفع المية الأعلى أنت محتاج شيء يرفعه، تكلف، تتكلف رفعه. كذلك النفس تميل إلى الدنيا كالماء الجاري إلى الهبوط، أنت محتاج تذكرها بالآخرة، محتاج تكلف لترفعها وتذكرها بالآخرة. يبقى الأصل ميل الطبع إلى الدنيا، وأما ذكر الآخرة ويقظة الآخرة تحتاج منك إلى تكلف ومجهود وجهد وجهد. يقول ابن الجوزي: ولهذا أجاب معاون الشرع بالترغيب والترهيب يقوي جند العقل. يعني دايما الشرع بيعاونك بالترغيب والإيه؟ والترهيب، عشان يساعد عقلك على غلبة نفسك، لأن النفس بطبيعتها رايحة للدنيا، العقل اللي ممكن يقول لها لا، ده دي غلط ودي صح. فالشرع جاءك بالترغيب والترهيب لكي يقوي جند العقل على غلبة الإيه؟ ميل طبع النفس إلى الدنيا. يقول ابن الجوزي: فأما الطبع فجواذبه كثيرة، الطبع في ميله للدنيا جواذبه كثيرة، وليس العجب
أن يغلب، وليس العجب أن يغلب. مش الشيء العجيب أن طبعك في ميلك للدنيا هو اللي يغلب، لأن ده شيء طبيعي، دايما الطبع في ميله للدنيا بيغلب، وإنما العجب أن يغلب. العجب أنك أنت تكون إنسان قوي وتستطيع بعقلك وإيمانك وثقتك في الله ورغبتك في طريق الله، العجب فعلا أنك أنت بهذه الجنود تستطيع أن تغلب الطبع. يبقى ليس العجب أن الطبع يغلب، وإنما العجب الشديد أن الطبع إيه؟ يغلب. عشان كده تم كلام ابن الجوزي، عشان كده في الأثر النبي بيقول عجب ربي من شاب ليست له صبوة، عجب ربي من شاب ليست له صبوة، لأن طبيعة الشاب الصبوة والميل للدنيا بيكون راكب فيه ومؤثر شديد عليه. فلما الشاب بيكون قوي لدرجة أنه يخلص نفسه في فترة شبابه ويصفو إلى ربه ولا يقع في صبوة أو أي يعني شيء من أمور الدنيا، ده شيء عجيب. يبقى ليس العجب أن الطبع يغلب، وإنما العجب أن الطبع يغلب. لو غلبت الطبع يبقى ده العجب، نتعجب منك. هذا حال الإنسان في روابط النفس بالدنيا. النفس مرتبطة بالدنيا جدا، فالشيء العجيب أن تستطيع نزعها من الدنيا وتخلصها وتصفيها لطريق الله، وتجعلها تنتصر على طبعها ملتجئة إلى الله وذاكرة لله وراغبة في طريق الله. خد بالك ده على الدوام، لكن لو واحد انتعش وتيقظ ساعة كده ويقول لك ده الأمر سهل، هو ازاي بتقول كده ده الأمر سهل؟ لا يا حبيبي، بص لنفسك في كل الأحوال وطول الأوقات، هو ده الانتصار على النفس. مش تنتصر على النفس ساعة وتنتصر عليك النفس في 23 ساعة، لا، دوام الانتصار أو مجاهدة النفس للوصول إلى دوام الانتصار على طبع الميل للدنيا هو ده الأفضل. نسأل الله أن يفك عنا روابط الدنيا، وأن يجعلنا من المتعلقين بالآخرة، وأن يجعلنا بالشرع والطبع والعقل والترغيب والترهيب نغلب جواذب الدنيا. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.